مساء الخير. قبل أكثر من 4 أعوام نشر عضو هيئة المفاوضات الدكتور رياض نعسان آغا ما دار بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي السابق في زمن إدارة أوباما، عندما سأله عن مصير إدلب ليجيبه الوزير الأمريكي: إدلب مصيرها الإبادة. ما قاله كيري في ذلك الوقت كان متفقا عليه مع الروس، وينسجم تماما مع رغبة في القضاء على آخر معاقل الثورة في إدلب والتي يعلنها لافروف اليوم صراحة ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولو سنحت الفرصة للروس لما انتظروا إلى هذا الوقت، إلا أنهم يدركون أن المجتمع الدولي لن يرضى بعملية إبادة جماعية من هذا النوع، وأن 4 ملايين سوري في إدلب لن يقفوا متفرجين وهم يرون مصيرهم المحتوم. اليوم حملة الروس التصعيدية والإعلامية بدأت. لافروف يهدد بالقضاء على ما سماها البؤرة الإرهابية في إدلب، وأن ذلك منصوص عليه في مجلس الأمن. وعلى الأرض تقصف طائراته معسكرا للجيش الوطني التابع لتركيا، فتقتل منهم 12 عنصرا قبل يومين من وصول أردوغان إلى موسكو. ومن عادة الدول التي بينها ملفات وقضايا عالقة أن تستبق الزيارات الثنائية بتقديم بعض التنازلات أو الرسائل الإيجابية للضيف الزائر، ما قد يسهم في تهيئة الأجواء من أجل أن تكون الزيارة مثمرة أكثر. لكن ما فعله الروس بضربتهم هذه لأرض خاضعة لتركيا ولقواعد تابعة لتركيا وفصائل تحت القيادة التركية، فإنهم يبعثون برسائل من نوع آخر. إنها رسائل دموية تصعيدية تكاد تقول للضيف الزائر أردوغان: لا تنتظر منا تنازلات، وعليك أن ترضخ لرغباتنا. وأكيد أن أردوغان يدرك أن أي عملية من هذا النوع تعني مزيدا من اللاجئين، وتعني مزيدا من الضغوط والأعباء الاقتصادية، وتعني مزيدا من تجيش المعارضة التركية ضد الحكومة وضد اللاجئين. ونحن ندرك أن تركيا لا تقدم تنازلات، وإنما تلعب سياسة قائمة على الكسب من العرب والأذريين. طبعا الرسائل الروسية هذه ليست إلى تركيا وحدها بقدر ما هي رسالة تحذيرية لكل من رضي أن يكون تابعا يستخدم في مشاريع الغير. اليوم على أهالي إدلب والشمال السوري أن يدركوا أن لا أحد يقف بوجه الإرهاب الروسي والأسدي سوى المقاومة الشعبية، مقاومة أبناء المنطقة والنازحين إليها، وأنه بالرغم من كل ما فعلته الميليشيات من هيئة تحرير الشام إلى من يسمون أنفسهم بالجيش الوطني من كسر عزيمة أهالي الشمال السوري وسلب قوتهم وتشتيت مآلاتهم وأحلامهم، فإن التعويل اليوم هو على هؤلاء الناس، وأن الفيصل في تحقيق أي نصر روسي أسدي على إدلب هو خنوع الناس وانكسار عزيمتهم. لا يعولن أحد على هذه الميليشيات التي رهنت سلاحها وقرارها، وها هي اليوم تدفن قتلاها بصمت وتتفرج على ما يحصل من سفك لدماء السوريين، وتنتظر أن يأتي الأمر من خارج الحدود لتتحرك. فكيف تقرأ تصريحات لافروف؟ وكيف فهمتها تركيا؟ هل وصلت الرسالة التركية الروسية للأتراك؟ ما الذي سيفعله أردوغان في موسكو، وأي نتائج ستحققها الزيارة بعد هذه الضربة الاستباقية؟ إلى متى سيبقى الأتراك يتلقون الصفقات وبصمت؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من اسطنبول بالأستاذ رسول توسون البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، بضيفي من اسطنبول أيضا العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري، وبضيفي من موسكو السيد أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى هذه الحلقة من تفاصيل. البداية معك السيد أندري أنتيكوف من موسكو، ما المقصود برسائل أو تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما يقول إن البؤرة الإرهابية الوحيدة المتبقية هي إدلب، وجميعنا نعلم وهو يعلم أيضا وكل الأطراف تعلم أن هذه المنطقة هي منطقة خفض التصعيد خاضعة لاتفاقات بين روسيا وتركيا؟ سيد أنتيكوف
لا أسمعك بشكل جيد للأسف، يعني في مشكلة في الاتصال، إلى أن تحل أعود إليك بعد قليل. أنا آسف للمقاطعة، أتوجه بالسؤال إلى السيد رسول توسون البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية. أرحب بك معنا من جديد. عندما كانت تقصف موسكو بقرات لهيئة تحرير الشام أو فصائل مصنفة راديكاليا، وتقول أن الذريعة أنهم يستهدفون بالمسيرات قواعد روسيا والجنود الروس، يعني نوعا ما إعلاميا وسياسيا كان الموضوع قابل يعني للأخذ والرد، ولكن أن تقصف مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات آخر قصف في عفرين، والفصائل التي قصفتها هي فصائل من المعارضة المعتدلة من الجيش الوطني، ما الذي يحدث؟ خاصة وأن الزيارة قريبة 3 أيام ويجتمع الزعيمين بوتين وأردوغان. الخلاف القائم بين تركيا وروسيا هو الاعتراف بالجماعات وعدم الاعتراف. فالمعارضة السورية لدى تركيا هي معارضة شرعية، وتركيا تحميها وأيضا تضمن أمنها كما هو المعروف. أما روسيا لا تعترف بشرعية المعارضة السورية ولا بشرعية الجيش السوري الوطني. فلذلك بين حين وآخر نرى أن طورا روسيا وطورا النظام يقصف على مواقع المعارضة الشرعية. فهذا خلاف قائم بين تركيا وروسيا. وهناك خلاف آخر، منطقة إدلب، يعني منطقة خفض التصعيد. فإدلب نعم هناك مهام اقتسمت روسيا وتركيا، وليس من مهام تركيا تصفية الإرهابيين في داخل إدلب المتسلل بين المدنيين. وعندما تقصف روسيا المواقع في إدلب وتدعي أنها مواقع إرهابية، هذه هي أيضا مشكلة ثانية بين روسيا وتركيا. هذه أيضا مزاعم وهي، ولكن الأخطر عندما تقصف مناطق تابعة لتركيا ويوجد فيها أيضا جنود أتراك وفصائل تابعة لتركيا. نعم نعم، يعني قد مضى في يعني الشهور الماضية قصف على المواقع التركية واستشهد عدد من الجنود الأتراك. فيعني هذه المنطقة منطقة فيها إشكالية، منطقة فيها مشاكل، ومشاكل إقليمية ومشاكل دولية ومشاكل حتى انتقلت إلى قاعة الأمم المتحدة. برأيك ما الذي تريد أن تقوله موسكو من هذا القصف لمناطق للأتراك طبعا لكم من خلال هذا القصف؟ يعني أنا أتوقع أن روسيا يعني ترد بالفعل تجاه مقولة الرئيس أردوغان بعدم الاعتراف بانضمام جزيرة قرم إلى روسيا، وكذلك أنقرة أعلنت أنها لا تعترف بشرعية الانتخابات في قرم. فأظن الطرف الروسي قبيل زيارة أردوغان تقوم بهذه العمليات العسكرية ردا لبيانات تركيا تجاه السياسات الروسية في قرم. وطبعا بطبيعة الحال هناك خلاف آخر بين روسيا وتركيا. تركيا لا تعترف بشرعية النظام، وروسيا كما هو المعروف تحمي النظام بشكل يعني بشكل واضح. فهذه الخلافات بين روسيا وتركيا خلافات، لكن يعني وكأنك تقول لي، عذرا على المقاطعة سيد رسول، وكأنك تقول لي بمجمل حديثك أنه هذا أمر اعتيادي، يعني كلما انزعجت روسيا من تركيا تقوم بمثل هذا القصف. انزعجت من تدخل تركيا في ناغورني كاراباخ في الأزمة الأرمينية الأذرية فقصفت في إدلب. اليوم موضوع أوكرانيا والقرم أيضا ترسل رسائل عن طريق إدلب، لا تخشوا من شيء، هذا أمر روتيني، هكذا أفهم من كلامك.
نعم، هذه سياسة توازن في اللقاءات، يعني قبيل اللقاءات. لكن هذه الرسائل التي أرسلت إلى تركيا، لا أعتقد أن الرئيس أردوغان يتأثر منها، إنما هم سيتناولون جميع الملفات، ملفات يعني ملفات الطاقة وملفات الأنظمة الدفاعية، وكذلك ملف التجارة بين البلدين، وأيضا ملف سوريا، وخاصة ملف إدلب. طيب سنسأل بالتفصيلية في هذه الحلقة، اسمح لي بس أتوقف عند النقطة عن موضوع عن ما سينتج عن اللقاء والملفات التي ستبحث. أعود إليك بعد قليل سيد توسون، أنتقل إلى موسكو ومعنا من هناك سيد أندري أنتيكوف. أرجو أن يكون الصوت واضحا لديك سيد أندري، تسمعوني جيدا؟ نعم تفضل. أريد أن أسألك عن ما الذي يعني قد نفهمه من هذا القصف على مواقع لفصائل معتدلة من المعارضة السورية في مناطق تابعة لي. بصوت جيد زملاء؟ يبدو في مشكلة، ما زالت المشكلة في الصوت. سيد أنتيكوف أتمنى عليك أن يعني تتكلم من دون السماعة، في خلل بالسماعة لديك بسماعة الأذن، لو تتكرم وتزيلها. نعم، وتتحدث من السبيكر فون. طيب سؤالي لحضرتك سيد أنتيكوف، ما مبرر القصف الروسي اليوم على مناطق المعارضة السورية الواقعة تحت الحماية التركية، خاصة قبل قمة أردوغان بوتين؟ للأسف لا أتمكن من سماعك، يعني أنا آسف لهذا الخلل الفني. أريد، لدي كثير من الأسئلة أطرحها عليك ضيفي من موسكو. سيد العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري من اسطنبول، أتوجه إليك بالسؤال بعد الترحيب. طبعا القصف الأخير نتج عنه قتلى من فرقة الحمزات المنضوية في الجيش الوطني، لم نسمع عن رد ولم نسمع أيضا عن أي ردة فعل تركية، ما الذي يحصل على الأرض؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفك الكريم. وعليكم السلام. الجيش الوطني الذي تلقى بالفعل اليوم ضربة من قبل الطائرات الروسية، روسيا التي يعني سقطت الدعاية التي كانت تسوقها دائما بأنها تقصف المناطق التي تسيطر عليها الإرهابيين أو العناصر الإرهابية، إلا أن اليوم هذا التوسع في الأهداف وفي المكان وفي الإيديولوجيا كذلك يعني بأن الروس هم لا يعترفون بشيء، لا بالمفاوضات ولا بالاتفاقات ولا بالفصائل المعارضة أو غير المعارضة، علما بأن هذه الفصائل التي قصفت من قبل فيلق الشام واليوم فرقة الحمزة هم من المشاركين في اتفاقات سوتشي، وهم الذين فاوضوا الروس وجلسوا وجها إلى وجه. إذن هذه عربدة روسية وعدم يعني عربدة وإرهاب روسي، لأن هذا الإرهاب الذي يقصف المدنيين اليوم، هناك قصف ليس فقط لمعسكر للحمزة، هناك سقط مدنيون وسقط عسكريون في منطقة براد وبصلحاية التي تم الاستهداف، كما تم من قبل استهداف محيط دارة عزة، محيط الأتارب، قصف المشفى في تلك المناطق. إذن روسيا هي تقوم بهذا العمل الجبان بدعم الميليشيات الإرهابية البيكيكي ودعم كذلك نظام الأسد في هذا المجال، يعني هي إذن هل نتوقع منكم حالة من الاعتراض لدى الجانب التركي الذي هو يفترض أنه ضامن لكم من أي عمليات يعني عسكرية؟ نعم، أتوقع بأن الجانب التركي إذا لم يقصف اليوم أو غدا، ليس الرد كله في عمل عسكري، هناك قمة قادمة بين الرئيس أردوغان وبوتين في سوتشي، اليوم الجبهة الوطنية أو الجبهة السورية للتحرير التي قتل عدد من عناصرها قامت باستهداف مقر في براد للعناصر البيكيكي وقوات النظام كرد على هذه العملية، وهناك
بشكل أكبر ضد الميليشيات القسد وضد نظام الأسد في هذه المنطقة. إذا يعني روسيا بهذه العمليات تلعب في كل الاتفاقات وتلعب كذلك في كل المبادئ التي قالت عنها، هي تقصف بذريعة الإرهاب مثلا في إدلب، وهي تدعم الميليشيات الإرهابية البيكيكي وتدعم الميليشيات الإرهابية الشيعية نعلم نعلم الإيرانية كل هذه التفاصيل سيادة العقيد. كل يا سيادة العقيد سيادة العقيد نعم. كان لا أدري إن كنت استمعت قبل قليل لكلام الأستاذ رسول توسون ضيفي من إسطنبول، نعم. أيضا لهجته نوعا ما مطمئنة وتحدث برسائل سياسية سبقت ستسبق القمة التي ستعقد، ولكن أتحدث معك بالشق العسكري الميداني. يعني اليوم هل تلتمسون أي خطر، أي مؤشر إنذار لعملية عسكرية أوسع؟ هل الموضوع مقتصر فقط على رسائل سياسية بين روسيا وتركيا، أم أن هناك أهداف على الأرض، هناك مناطق يسعى النظام إلى اقتطاعها، يسعى إلى عملية عسكرية؟ حدثي بالشق العسكري اليوم أكثر من السياسي لو سمحت. نعم، يعني كل الأبواب مفتوحة، الروس والنظام، ورأينا بالأخير تصريحات لافروف حول تهديد منطقة إدلب. إذن رغم أن الأمور السياسية تمشي على قدم وساق كما يقال، أن هناك طبعا لم تقطع الزيارة، ولكن الشق العسكري هو دائما موجود، ودائما هناك تحسب لأي عمل عسكري إن كان من قبل النظام أو الميليشيات الإيرانية المدعومين من قبل روسيا. إذا لا توجد هناك وقف إطلاق نار دائم، ولا توجد هناك أي ثقة بهذه الاتفاقات، إلا أنها مرحلة مؤقتة. هذا هو الاتفاق الذي يمر، يعني هي مرحلة مؤقتة ربما من أجل أن تقوم روسيا بجس النبض من الرد الفعل التركي الضامن، وكذلك تجس النبض من قبل الفصائل ومن قبل المجتمع الدولي، وعلى أساسه ربما تبني شيئا مغايرا لما هو الآن. يعني مصالح الدول نفهمها جيدا سيادة العقيد، وكما استمعت قبل قليل في القمة القادمة هناك ملفات كثيرة تجمع البلدين، اقتصادية منها ومن ضمنها ملف إدلب. يعني هناك دائما نوع من الصفقات والتراضي والملفات الدولية المتداخلة والمتشابكة. سؤالي لحضرتك، أمام خبث النظام، أمام مخططات روسيا مثل ما كما يقال ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، قدم منطقة منطقة، هل يمكننا أن نعول عليكم فصائل الجيش الوطني اليوم؟ هل يمكن الاعتماد عليكم لصد أي عملية عسكرية بعيدا عن تركيا، بعيدا عن يعني المعركة اليوم هي معركة جماعية للشعب السوري بكامل قواه، وعند الجيش الوطني وكل من يحمل البندقية ضد هذا النظام وضد الروس وضد الأطماع التي تحاول إيران وروسيا كسبهم. ماذا لو قالت لكم تركيا لا عمليات عسكرية ولا قصف ولا رد؟ لا أتوقع بأن هناك مترا واحدا اليوم يقبل أحد بأن يتم تجاوزه من خطوط وقف إطلاق النار، إلا سيكون هناك رد قاسي ورادع بشكل كبير، سيهب الشعب السوري والمعارض وكل يعني الفصائل المقاتلة وعلى رأسهم الجيش الوطني وبقواه الموجودة على الأرض، سيقوم ليدافع عن وجوده وعن ثورته وعن الأهداف التي يعني خرج من أجلها. ولكن الاتفاقات لها يعني لها حيز حتى الآن من ضبط النفس ومن الصبر حتى يستبين كل شيء. يعني لن لنرى في هذه القمة ماذا سيحدث، وقد علمتنا القمم السابقة بأن الاجتماع بين بوتين والرئيس أردوغان سينتج عنها تهدئة معينة. يعني المحافظة على هذه المنطقة أتوقع بأنها مكسب للسوريين وللجيش الوطني الذي لا يوجد غيره يرفع اليوم راية الثورة السورية في هذه المناطق. لا أتوقع بأن أحدا يرضى أن يعني يتم قضم متر واحد من هذه الأراضي، سيتم الرد بشكل حاسم وعنيف. وكل يوم نرى بأن هناك عمليات قتل لقوات النظام باستهداف وبصد عمليات تقدم للبيكيكي ولقوات النظام. طيب أرجو منك البقاء معنا سيادة العقيد. سيد أندريه أنتيكوف، أعود إليك من جديد، وأتمنى هذه المرة أن يكون صوتك واضحا لنشرك معنا بهذه الحلقة. تصريحات لافروف من نيويورك تقول
إن إدلب هي البؤرة الإرهابية الوحيدة المتبقية في سوريا، وأن روسيا ستستخدم القوة العسكرية على الأراضي السورية ضد الإرهابيين. ما الذي تقرأه في تصريح لافروف؟ وهل نسي وزير الخارجية الروسي أن هذه المنطقة خاضعة لاتفاقات بينكم وبين الأتراك؟ نعم صحيح، هي خادعة ولكنها لا تشمل تلك الاتفاقيات. المجموعات الإرهابية قبل كل شيء هي تحرير الشام، هذا شيء. وشيء ثاني، قد طلبت روسيا مرارا وتكرارا من تركيا فاصل ما بين الإرهاب والمعتدل، ولم تقم تركيا بذلك. ولكن هذا بشكل عام، ولكن عندما نتحدث عن هذه المرحلة بالذات، ف طبعا هناك اولا كان هناك تصريحات مستفزه جدا من قبل رئيس اردوغان بخصوص شبه جزيره القرم قبل لقاء مع بوتين. كذلك كان هناك الاخبار عن ارسال التعزيزات العسكريه التركيه الى ادلب. كذلك كان هناك اخبار عن يعني تسليم او تزويد المجموعات المسلحه في إدلب بالأسلحة المحمولة مضادة للطائرات والمروحيات. هذا أمر مقلق بالنسبة لروسيا وبشكل عام. يمكن بس هذه ليست هيئة تحرير الشام، انتبه، ما قصفته روسيا اليوم هو في عفرين لفصيل تابع للجيش الوطني المصنف معارضة معتدلة. هل من مبرر لقصفكم للمعارضة المعتدلة التي تعترفون بها وجلستم معها وجلبتموها إلى اتفاقيات في أستانا وسوتشي؟ أنا ذكرت في بداية هذا الحديث ليس بالمصادفة عن فاصل ما بين الإرهاب والمعتدل، فيعني سؤال يطرح نفسه، هل فعلا تلك المجموعات هي معتدلة أم الإرهابية؟ هذا شيء. في نفس الوقت واضح تماما هذا سؤال معروف الإجابة عنه سيد أنتيكوف. يعني التنظيمات الإرهابية معروفة، هي تحرير الشام وأخواتها اللي انشقوا عنها، حراس الدين والتركستاني وكذا، فصائل الجيش الوطني المدربين تركيا المدعومين تركيا ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تركيا معروفة لكم، يعني معروفة للصغير قبل الكبير، لا يوجد لغط في الموضوع. صحيح، ولكن أولا مشكلة فاصل ما بين الأول والثاني لم تحل نهائيا بشكل عام. وثانيا في نفس الوقت كان هناك أخبار عن تصعيد والخروقات المستمرة من قبل المجموعات المسلحة للاتفاقيات في سوتشي وأستانا، وهذه الاتفاقيات تسمح لتستعمل القوة ضد من يخرق تلك الاتفاقيات. هذا بس شيء. بس ذكرت نقطة مهمة، أنه بناء على معلومات روسية بوصول أسلحة تركية متطورة خاصة مضادات الطيران إلى فصائل المعارضة، هذا مبرر وحده للقصف روسيا لهذه الفصائل. يعني 100% بسبب في نهاية المطاف هذه الأسلحة قد تهدد الطائرات الروسية، فلذلك يعني يجب أن تقوم روسيا بالخطوات التحذيرية. ولكن بشكل عام من وجهة النظر السياسي، أنا ذكرت بعض الخطوات من قبل الجانب التركي المستفز بالنسبة لروسيا، وروسيا ترد على هذه الخطوات وبهذا القصف. وهذا الأمر يتعلق ليس فقط بسوريا، ولكن روسيا مقلقة بانتشار نفوذ التركي في آسيا الوسطى، في أفغانستان، حتى في إفريقيا. فطبعا روسيا مقلقة بذلك، ومثلا يعني ترود ليس فقط بهذا القصف، ولكن أيضا كان هناك الأخبار بأن الوكالات الروسية المعنية قد وجدت بأن الطماطم التركي أو بضايا الزراعية بشكل عام التركية كانت لها مشاكل وإلى ما هنالك، وأوقفت بعض من تلك البضايا. أي واضح تماما أن نحن أمام اللقاء ما بين بوتين وإردوغان، وهو لقاء سيكون حدا وصعبا جدا، ومن يعلم كيف سينتهي. وقبل هذا اللقاء كما عادي نحن نشاهد لعبة العدالات و متاجرة وتبادل التصريحات. بس لماذا ببداية سؤالي عندما سألتك عن إدلب وقصف الفصائل المعتدلة ذكرت لي ما التصريحات الأخيرة التركية المتعلقة بالقرم، واليوم الموقف التركي الواضح المنحاز إلى أوكرانيا؟ هل يعني تقصد أنه هناك حالة من عدم الرضا الروسية على مثل هكذا موقف وهكذا تصريحات فتقصف روسيا في إدلب؟ 100% روسيا، مسألة قرم هي مسألة حيوية بالنسبة لروسيا.
نعم ويعني أيضا مثلا ذكرتم مسألة أوكرانيا وهذه الدولة بشكل عام، يعني في أحد المعارض العسكرية في أوكرانيا كانت هناك الطائرات المسيرة التركية، والآن تلك الطائرات المسيرة في الأراضي الأوكرانية ولدى الجيش الأوكراني، أليس هو تصرفات المستفزة ضد روسيا من قبل الجانب التركي؟ نعم، هو مثل هذه التصرفات. فلذلك يعني تركيا تزود أوكرانيا بهذه الأسلحة، تركيا تزود المسلحين والإرهابيين في إدلب بالأسلحة الخطيرة، فروسيا ترد على ذلك. ولكن بشكل عام يمكن أن نقول أن ما يحصل حاليا كل هذه التصريحات والتصرفات والخطوات هي مرتبطة باللقاء المرتقب ما بين الرئيسين. بعد هذا اللقاء من يعلم كيف سينتهي هذا اللقاء، وربما بعد هذا اللقاء نحن سنشاهد إما الهدوء أو التهدئة، أو يعني بالعكس أو مزيد التصعيد. من التصعيد. طيب أعود أو إليك مزيد بعد من قليل التصعيد. أيضا، أعود إليك سيد أنتيكوف، أرجو منك البقاء معنا. أستاذ رسول توسون ذكر نقاط عديدة ضيفي، ولا أدري سيد أندري من أين، ما هو مصدر معلوماته فيما يتعلق بتزويد تركيا لفصائل الجيش الوطني بمضادات طيران، ما دفع روسيا إلى القصف، ونقطة أنه الموضوع لا يقتصر فقط على إدلب والملف السوري، بل الأهم بالنسبة لروسيا هو القرم والموقف التركي والأسلحة الأوكرانية. ما تعليقك بداية على هذه النقاط المهمة للغاية؟ بداية يجب أن أكرر مرة أخرى أن فصل الإرهابيين من المدنيين ليس من مهام تركيا، يعني تصفية الإرهابيين كما ذكر ضيفك من موسكو ليس من مهام تركيا، وليست هناك أي مادة أي شرط في الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وروسيا. هذه نقطة. الروس دائما يتحدثون ليس عن دور تصفية، وإنما على أقل تقدير، يعني في كل الحلقات وحتى الدبلوماسيين الروس يقولون، يستخدمون مصطلح فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، أنه مهمة تركيا وفق اتفاقيات سوتشي السابقة المتعلقة بخفض التصعيد. هذه مقولة سياسية ليست لها يعني أرضية في الواقع، لأن المعارضة المعتدلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة ولها أعضاء في لجنة الصياغة، هذه المعارضة هناك في ثلاث مناطق دخلت فيها تركيا دفاعا عن نفسها ومكافحة ضد الإرهابيين، لكن ولربما هناك مجموعة في إدلب من المعارضة المعتدلة، لكن كما قلت في البداية وإن كانت المعارضة المعترف بها دوليا شرعيا في نظرنا، إنما روسيا لا تنظر إلى هذه المعارضة ك يعني قوة شرعية أو كطرف شرعي، حتى في العمليات أو في محاولات صياغة الدستور كما تعرفون في كل مرة نرى عرقلة من النظام وكذلك من الطرف الروسي، فهناك في الحقيقة يعني سوء نية من الطرف الروسي انحيازا إلى النظام السوري، فهذا الخلاف القائم الكبير بين تركيا وروسيا. فبالنسبة لدولة أوكرانيا وقرم، أخي الكريم، دولة أوكرانيا دولة مستقلة، وبين تركيا وبينها اتفاقية التجارة والدفاع وما إلى ذلك. صحيح. لكن الخلاف القائم بين أوكرانيا وروسيا بطبيعة الحال يؤدي روسيا إلى معارضة تركيا لهذا التقارب بين أوكرانيا وتركيا. وصحيح أن هذه المقاربات، هذا التقارب التركي والأوكراني يعتبر بديلا للمواقف الروسية تجاه تركيا في شمال سوريا. وعلى كل، أنا أتوقع أن الرئيسين عند اللقاء سيتفقان على تهدئة، وعلى لأن الملف السوري إلى جوار الملفات الأخرى
الجارية بين تركيا وروسيا ملفات كبيرة، وتستفيد كل من تركيا وروسيا يعني شكل يعني لا يستهان. فلذلك سوريا أصبحت القضية السورية أصبحت آلية في الطرف الروسي لترد رسائل على تركيا وكذلك للضغط على تركيا لتبعد تركيا عن أوكرانيا وعن قضية كرم. لكن الملف السوري وخاصة منطقة إدلب منطقة هامة للغاية بالنسبة لتركيا، لأن هناك ملايين الناس عند نشوب أي حرب أو أي قصف يرهب المدنيين تركيا مهددة بدفعات للاجئين. فلذلك تركيا لن ترضخ في هذه النقطة لا أمام روسيا ولا أمام أي قوة. لكن أنا أتوقع أن المرونة السياسية والمرونة الدبلوماسية والثقة بين الرئيسين التركي والروسي سينتج منه يعني حل أقل شيء تهدية لمدة ما. ألا يزعجكم، ألا يزعج القيادة التركية اليوم أنه بدلا من أن تكون هناك رسائل إيجابية قبل زيارة أردوغان لموسكو لروسيا يعني من قبل الروس، بدلا عن ذلك تكون هناك رسائل تهديدية وقصف وهذا هذا النوع؟ كيف لا يزعج يا أخي؟ هذه التصرفات تزعج وتقلق تركيا بطبيعة الحال. لكن تركيا دولة كبيرة ولها تجارب، والرئيس كذلك محنك، ولا نحن نقول في اللغة التركية في المسألة الضربي لا نحرق اللحافة بسبب القمل. نعم سيادة العقيد أحمد الحمادي، أعود إليك من جديد. لا يمكنني أن أمرر هذه النقطة التي طرحها السيد أندريه أنتيكوف قبل قليل، موضوع مضادات الطيران الفردية يعني المحمولة على الكتف، هذه المعضلة أو المطلب الأول، وأنها لو كانت موجودة بالفعل لسقط بشار الأسد ونظامه خلال أيام قليلة من 2011، ليس الآن 10 سنوات لا يوجد إرادة دولية. ذكر هذه المعلومة أنه سبب القصف أو أحد أسباب القصف الروسي على فصائل الجيش الوطني أو حتى على إدلب هو التعزيزات العسكرية الأخيرة التركية باتجاه إدلب وخاصة مضادات الطيران. هل لديك أي معلومات بهذا الخصوص؟ للأسف الشديد الروس دائما رأيناهم منذ اليوم الأول لدخولهم إلى سوريا يسوقون الأكاذيب والأضاليل من أجل خلق الزرائع، من أجل قصف الناس. يعني عندما يقصفون مشفى الأتارب ماذا رأوا فيه؟ عندما قصفوا أسواق معرة النعمان وخان شيخون وغيرها ماذا رأوا فيها؟ اليوم يقصفون هذه المنطقة. لو نقول لهم لو كان هناك مضادات للطائرات أو للطائرات المروحية ولغيرها لما وصلوا إلى هذه المنطقة ولما تجاوزوا الأمتار، لكان سقط بشار الأسد منذ زمن طويل. ولكن أقول لأندري الذي يسوق كذب، بس هو يقول أنه من جديد، لا يتحدث عن هذا أسلحة قديمة. هذا غير واقعي. تركيا عندما تدخل قواتها بالطبع سيكون لديها قوى جوية خاصة فيها وليس خاصة في المعارضة السورية. يعني نقول لأندري لو زودتنا الولايات المتحدة بصواريخ ستينجر كما زودت أفغانستان، هل ستكون تجرؤ طياريهم وطائراتهم على التحليق فوق المناطق المحمية؟ بالتأكيد لا. ما تتحدث به منطقي جدا سيادة العقيد، منطقي جدا ما تتحدث به، بس على صعيد المعلومات أسألك، يوجد هيك شيء أم لا؟ لا يوجد أي شيء نهائيا. وحتى الطائرات الروسية اليوم التي تقصف لا تنفع معها الصواريخ المضادة المحمولة على الكتف من طراز كوبرا التي ارتفاعها 2700 متر، بينما صحيح. الطائرات الروسية العملاقة سو 27 تقصف على ارتفاع 8.9 كيلومتر، هي تقصف وتمشي. يعني لديها دقة ولديها، حتى أدخلت روسيا كل أنواع الطائرات وكل أنواع المسيرات وأدوات الاستطلاع وجربتها
وقتها على الشعب السوري. اليوم روسيا هي تعربد في هذه الأجواء على الأجسام الطرية وعلى الشعب السوري الذي انتفض ضد الدكتاتورية. سيهزم هؤلاء الروس كما هزموا في أفغانستان، إن لم يكن اليوم فليكن غدا. وإن هذه السياسة والقصف الروسي في سوريا سيلطخ وجه بوتين ووجه روسيا بالعار طال الزمن. طيب دعك اليوم من هذه الأمور سيادة الحقيقة، خليني أسألك اليوم، هناك بعض الرؤى التي تقول أنه بالسياسات الدولية بين الدول المصالح المتقاطعة عن كل شيء قابل أن يحصل حتى المستحيلات، فما بالك المصالح المشتركة والصفقات والاتفاقيات. سؤالي بشكل مباشر، ما مدى قدرة أو ما مدى اليوم واقعية أن يحدث سيناريو تبع درعة ومصالحات وتسويات في حال، أقصد فيها بين قوسين، في حال تم التوافق بين روسيا وتركيا أن يتكرر الموضوع في إدلب؟ الجميع اليوم، الجيش الوطني وغيرهم من المقاتلين على الأرض السورية المحررة، هم ملتزمون طالما أن هذا الوضع يعني كما هو تهدئة، لأنه يرون أن تقف معنا دولة كتركيا هو أمر إيجابي. لا أنت لا سيد العقيد، عذرا نعم. لا أتحدث عن تهدئة، التهدئة بالتأكيد هي من مصلحة الجميع وحرصا على الأهالي والمدنيين والنازحين، أتحدث عن تسويات على غرار ما حدث في درعا والغوطة وغيرها. لا أتوقع بأن ما حصل في درعا سيحصل في إدلب نهائيا بالقطعا، يعني لأن هناك مقاتلين هم الذين رفضوا أي مصالحات في درعا وفي دمشق وفي الغوطة وفي مناطق أخرى، هم الذين أتوا إلى هذه المنطقة المحررة من والدفاع عن هذه المنطقة اليوم، يعني دفاع عن الثورة السورية لأنها المعقل الأول والأخير للثورة السورية ولآمال الشعب. ماذا لو تم الزج بهم بضمن بضعة كيلومترات مربعة على الشريط الحدودي، وإدلب منطقة منطقة واسعة جدا، نعم، ضمن اتفاقات بس عفوا، نعم، للتنويه، كل ما أتحدث به هو بين كاحتمالية اتفاق صفقة بين الروسي والتركي. يعني حتى لو كان هناك مصالح بين تركيا وروسيا عديدة جدا في الاقتصاد وفي السلاح وفي غيرها، لا أتوقع بأن هذا الأمر يخدم الثورة السورية إذا تم مصالحات على حساب الشعب السوري. لا أتوقع بأن السوريين كلهم سيرضون بهذه الاتفاقات، أتوقع بأن الجميع سيحمل البندقية ويدافع عن ثورته وعن أهله وعن ناسه في هذه المنطقة مهما كانت النتائج. إذن لا تستبعد وتعول على الناس، على أهالي، على أهالي المناطق. حتى الآن لن أقول أنني لا أستبعد، ولكن إذا حصل اليوم تركيا بسياسيها وقيادتها العسكرية والسياسية تقول بأنه لا يمكن أن نترك هذه المنطقة، لأن منطقة إدلب وجبل زاوية تعتبر خط دفاع عن الأمن الإقليمي التركي وعن مناطق عفرين وكل هذه المناطق، فلذلك تركيا قطعا عندما يعني استضاف مولود تشاوشأوغلو وزير الخارجية الائتلاف وقال بأنها هي هذا ما أزعج الروس، لأن أنهم هم الممثل الشرعي للشعب السوري ورفض الانتخابات التي قام بها بشار الأسد، وقال إن نظام بشار الأسد هو عار وهو يعني يهدد تركيا بشكل أكبر، لذلك قامت قيامة الروس الذين كانوا يعولون ربما على يعني حلحلة الموقف التركي باتجاه نظام بشار الأسد. لذلك اليوم لا أتوقع بأن تركيا ستتخلى عن هذه المنطقة أو تتخلى عن الشعب السوري الذي هو موجود في هذه المنطقة. نحن قابلنا مسؤولين أتراك وسمعنا منهم الكثير بأن هذه المنطقة منطقة مبدئية ولا يمكن أن تكون هناك أي احتمال لصفقات من هذا النوع. بس يا سيادة العقيد، سابقا كان في خطوط حمراء أيضا وسقطت في حماة وفي حلب، يعني يا أخي عندما تقول هذا الشيء، نعم، هي معركة، هي المعركة أولا وأخيرا، عندما تندلع المعارك تكون القوة العسكرية هي الموجودة. اليوم نحن نقاتل روسيا وزير خارجيتها يتكلم بلسان خارجية الأسد، شويغو يتكلم بوزارة الدفاع، تقدم روسيا كل قواتها، إذن الوضع العسكري الذي جعل هذا الموقف. لذلك اليوم الموقف العسكري التركي المتقدم بعد إرسال قوات عسكرية هجومية
للدفاع عن إدلب بالمشاركة مع كل الفصائل، بالإضافة إلى العمل الدبلوماسي الذي تنتهجه الدبلوماسية التركية من الرئيس أردوغان والسياسيين الأتراك، بأتوقع بأنه سينجح في إيقاف أي هجمة والحفاظ على التهدئة مرة أخرى حتى يتمكن المجتمع الدولي من إنجاز حل على الأقل بموجب اتفاقات التي يعني صدرت عن المجتمع الدولي. طيب سيد أندريه أنتيكوف، أعود إليك من جديد. يعلم الجانب الروسي بشكل كبير أن قضية أدلب والمدنيين والنازحين فيها لا يمكن أن يتخذ فيها القرار، لأن المجتمع الدولي لا يحتمل لا مزيد من اللاجئين ولا مزيد من المجازر والعمليات العسكرية. إذن الوضع سيبقى على ما هو عليه. ما الذي يمكن أن نفهمه من نوايا روسيا فيما يتعلق في إدلب أمام واقعية الأمر وحساسية إدلب لتركيا؟ طبعا سؤالي يأتي بالتقاطع مع أنه المصالح المشتركة بين البلدين، أي روسيا وتركيا، وكما أن تركيا مهتمة بعلاقاتها مع روسيا، أنتم أيضا مهتمون جدا بالمصلحة المشتركة بينكم وبين تركيا على كافة الأصعدة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا. اولا لا يمكن ان اتفق معكم حول ان يعني الاوضاع في ادلب ستكون كما هي الان لفتره غير المحدوده. لماذا؟ لان مثلا شاهدنا في بدايه العام الماضي تصعيد كبير جدا في ادلب، وتم تحرير بعض المناطق ويعني تحرير طريق ام 5 ام 4 وام 4 وغيرها. ف طبعا هذا واضح تماما ان عجلا ام اجلا نحن سنشاهد العمليات القتاليه والتصعيد الجديد في تلك المنطقه. وفي نهايه المطاف اود ان اذكر ان ادلب كما قالت روسيا مرارا وتكرارا يجب ان تعود تحت سيطره السلطات السوريه، ولم تتخلى روسيا عن هذه الفكره ابدا. هذه التصريحات عندما تستاء العلاقه بينكم وبين الاتراك نسمع هذا النوع من التصريحات، او يكون هناك نوع من يعني التصريحات الاشكاليه من الجانب التركي فقط، يعني استهلاك سياسي واعلامي. هذه النقطه المهمه برايي الشخصي، يجب ان نكشف حقيقة الأمر حول ما يحصل ما بين روسيا وتركيا. برأيي الشخصي بالنسبة لتركيا، إدلب هي فقط ورقة من الأوراق لمتاجرة سياسية مع روسيا. في حال تغيرت الأمور، في حال تغيرت الظروف، تركيا تتخلى عن إدلب وعن السوريين في إدلب، هذا كما تخلت في بعد عدة حالة التصعيد في إدلب كما قلت في السابق. ما الذي يجعلك متأكدا أن تركيا قد تتخلى اليوم عن إدلب؟ أنا أشك بأن إدلب هي المنطقة حيوية بالنسبة لتركيا. تصوروا مثلا لو كان هناك الاتفاقيات الضمنية ما بين روسيا وتركيا حول مصير الأكراد في سوريا، فيعني وروسيا تعطى الضمانات لتركيا حول أن لن تكون هناك التحركات الانفصالية في صفوف الأكراد وهم سيعودون إلى أو تحت سيطرة السلطات السورية. تصوروا لو كان هناك ضمانات حول إدلب، بعض الضمانات حول أقليات وغيرها، فأنا أعتقد أن سيكون هناك تخلي فوري، أو روسيا ستعطي بعض ستعترض لتركيا بعض الأشياء خارج سوريا. أنا لا أتصور ما الذي يمكن أن تكون هذه الأشياء، ولكن من جديد أقول بأن إدلب أصبح هذه هي نظرتكم لتركيا سيد أندري، تعطونها بعض الامتيازات خارج الملف السوري فتتخلى بكل هذه البساطة اليوم في الداخل السوري تركيا؟ هذه نظرة روسية؟ من جديد أقول بأن إدلب هي فقط مسألة المتاجرة، مسألة الاتفاقيات ما بين روسيا وتركيا. على ما يبدو الحقيقة هي أن تركيا لن تدافع عن إدلب حتى الأبد. في نهاية المطاف نحن سنشاهد التفاهمات والاتفاقيات بين روسيا وتركيا، إدلب ستسقط وسترجع تحت سيطرة السلطات السورية، هي الحقيقة. ومن يعتقد بأن تركيا ستكون هذه بروباغندا لا 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 صلة لها بالحقيقة على الإطلاق يا سيد أنتيكوف، هذه بروباغندا روسية تسوقون لها، يعني لا تستخدم الحلقة أرجوك للترويج لمثل هكذا أفكار. أسألك فقط عن رأيك أستاذ رسول، ما رأيك بما استمعت إليه بدقيقة قبل أن أنهي الحلقة لو سمحت؟ بأنه اليوم موضوعكم كأتراك سهل جدا، تأخذون بعض الامتيازات في ملفات أخرى فتتخلون عن إدلب، والأمثلة قال لك
يعني في تجارب سابقة بين الروس والأتراك. لم أسمع صوت للأسف. جاء يعني ضيفك من موسكو بشكل واضح، فلذلك لم أفهم ما يقوله. طب اسمح لي ألخص لك يا بثواني معدودة، ما هي؟ يقول لك إلا مسألة وقت وتعود إدلب إلى سيطرة النظام، يعني وأن تركيا إن كانت هي من تمنع هذا الشيء فيمكن التفاهم معها في ملفات خارج سوريا فتتخلى عن إدلب بكل هذه البساطة. يعني إذا ضمن الطرف الروسي والسوري أمن هؤلاء المدنيين في إدلب، نعم إدلب أراضي سورية لا تعترض تركيا، لكن الخلاف القائم والموقف التركي تجاه النظام، هذا نظام غاشم قاتل ولا يؤمن على شره، لذلك تركيا لن تتخلى عن الدفاع عن الإرادة الشعبية ولن تتخلى عن المعارضة المعتدلة، وهي الدولة الضامنة للمعارضة المعتدلة كما تعرفون. فلذلك إدلب تعود إلى النظام أو لا تعود، هذا سنراه في المستقبل، لكن كما قلت، فإذا رضي الشعب أو المدنيون في إدلب البقاء تحت سيطرة النظام السوري، فليس لتركيا أي، لن يكون لتركيا أي اعتراض. لكن نحن نعرف من المدنيين السوريين الموجودين في اللاجئين في إدلب، وكذلك قرابة 4 ملايين سوري مقيم في تركيا، هؤلاء لا يثقون بالنظام السوري ولا يريدون العودة إلى سيطرة النظام الحالي إلا إذا انتقلت الحكومة إلا بعد الوصول لحل سياسي شامل للقضية السورية. إذا سويت، إذا يعني تمت تسوية القضية، نعم نحن يا السوريون كذلك يريدون أن يعودوا إلى أوطانهم، إلى دورهم، إلى يعني منازلهم. لكن إذن لا صفقات اليوم يتم بموجبها بيع مناطق. في الوقت الراهن ليست هناك صفقات للتخلي لا عن إدلب ولا مفهوم. دعنا لا نقول إدلب، عن حقوق اللاجئين السوريين الذين يعانون الآن في إدلب، لا يجدون لا خبزا ولا ماء فيأتي الشتاء. فيعني القضية ليست قضية ضم إدلب إلى نظام سوريا وغير ذلك، إنما هناك مأساة إنسانية يعيشها السوريون، فتركيا لم تترك ولن تترك أي مدني للمعاناة. شكرا. وإن كان يعني شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا الأستاذ رسول توسون البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية التركي، كنت معنا مباشرة من اسطنبول. من اسطنبول أشكر أيضا سيادة العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري، ومن موسكو أشكر ضيفي السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أنا ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.